السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا للفيديوهات الدراسية ورجعنا للتمارين والشرح. طبعا اليوم كما شفتوا عنوان تاع الفيديو باش ما نطولش عليكم، فقط اليوم التكاملات، ما هو التكامل، كيف نكمل دالة ايتو، وبالخطوات ان شاء الله نتعلموهم مع بعضنا البعض. ركزوا فقط معي خطوة بخطوة كي تستفيدوا اكثر معي، وما تنساوش فقط تبارطاجيوها كامل صحابكم باش يستفادوهم ايضا معكم. التكاملات، ما هي التكاملات؟ التكامل هو عكس المشتق، هو العملية العكسية على المشتقة. شي حاجة كنحكمو دالة مشتقوها، هذيك نعاودو نكملوها الاصل تاعها، يعني هو البحث عن اصل الداله. يعني انا كي نجي باه نشق داله بار اكزومبل، يقول لك اف لي اكس تساوي اكس، الشق لهذه الداله اف فتحه لاكس تساوي واحد، مشتق اكس هو واحد، اكس تعتبر متغير. سو التوابت مشتق تاعهم يروحوا بزيرو، بصح المتغيرات عندهم مشتق، اكس مشتق تاعها واحد. انا كي نقول لك ابحث لي عن الاصل ولا دير العملية العكسية تاع المشتق، يعني انت يا مثلا عندك الاكس والواحد، يقول لك ما هو التكامل تاع الواحد، الاصل تاعو كان اكس، الدالة هادي اكس انا كشقيتها قلبتها واحد، الواحد هذا انا كي نكامل ونحوصو على الاصل تاعو، نحوص على هادي الدالة كيف كانت من الاول خلاه، وش هو الاصل تاعها اصلا، الاصل تاعها هو اكس، كانت اكس. اكزامبل اف واحد الاصل تاعو التكامل تاعو هو اكس، يعني كان على الاول اكس كشقيناه ولا واحد، هذا هو الفكره هنا، هو كان اكس كشقيناه ولا واحد. كيعطيه لي انا واحد برك يقول لي حوسي على التكامل، يعني اصله كيفاه كان على الاول خلاص كان اكس، هذا هو التكامل اللي هو عكس الاشتقاق. مثلا عندي اكس 2 اكس، 2 اكس في اصلها وش كانت؟ 2 اكس هي المشتقة، قال يعطيني التكامل تاعها في اصلها وش كانت؟ احسنتم، كانت اكس مربع، فانا اكس مربع كي نشقها هي 2 اكس، هو يعطيها لي 2 اكس برك ويقول لي حوسي على الاصل تاعها التكامل تاعها. التكامل تاع 2 اكس، التكامل تاع 2 اكس هو اكس مربع، يعني كانت في الاصل اكس مربع، لان اف لي اكس تساوي اكس مربع، المشتق تاعها 2 اكس، فالتكامل او ايجاد اصل الدالة كيفاه كانت من قبل 2x كانت x مربع. نروحوا للتمارين. بصح قبل ما نروح حبيت فقط ننبهكم، التكامل رمز تاعو هذا، رمز التكامل، حيث انا كي نقول ندير الرمز هذا ونقول اف x دي لي x، واش يعني؟ يعني التكامل للدالة اف لي اكس بدلالة اكس او بالنسبة للمتغير اكس. مثلا ندير لكم التكامل لجي لي اكس دي اكراك، هنايا يعطي لي عبارة تاع جي لي اكس فيها الاكراك، نكامل فقط وننقى الاكراك، يعني هي التكامل تاع جي لي اكس بالنسبه للمتغير اكغاك، بينما هنايا التكامل تاع اف لي اكس بالنسبه للمتغير اكس، يعني انا وين نلقى الاكس نكامل وين نلقى الاكغاك نكامل. ركزوا مليح، هذا هو التكامل، شكل تاعو كيما هكا، التكامل تاع الداله اف لي اكس بالنسبه للمتغير اكس. نبداو مع اول تكامل اللي هو التكامل تاع اكس اس 5 زائد 1، وركزوا جيدا بالنسبه لدي اكس، ركزوا معايا، كاينه قاعده واش تقول؟ نديروها هنايا في الهامش. القاعده هذه تقول باللي، تقول القاعده باللي التكامل تاع اكس اس ان، تكامل تاع اكس اس ان يساوي اكس اس ان زائد 1 على ان زائد 1. التكامل تاع اكس اس ان اي من يكون ان، حتى ويكون واحد اس واحد، يقول لك اكس نعرفها بلي اكس اس واحد، التكامل تاع اكس اس ان يساوي اكس اس ان زائد 1 على ان زائد 1. مثلا اكس اس مربع بالنسبه لدي اكس التكامل تاعها هو اكس اس 2 اللي هي الان 2 زائد 1 على 2 زائد 1 اللي هي تولي لي اكس اس 3 على 3. هكا باه نكونوا واضحين مع بعضنا، هذه قاعده تحفظ،
قاعده تحفظ وتاخذ بعين الاعتبار. درك انا عندي التكامل تاع اكس اس 5 زائد 1 بالنسبه لدي اكس، هنا اكس اس ان من الشكل اكس اس ان، وبالتالي اكس اس ان زائد 1 على ان زائد 1 يعني اكس اس 6 على 6 زائد ان الكامل كذلك الواحد. الواحد هذا اصله واش كان؟ احسنتم، بالنسبه لاكس الواحد هذا كان اكس اللي شقيناه قلبناه واحد، ومشقه الاكس هي واحد. صول واحد أصله وش كان قبل ما نشقوه؟ كان إكس. لذلك بدلالة الإكس تكامل تاع الواحد هو إكس، هذا هو التكامل. نروحوا للدلالة اللي بعدها أو المثال اللي بعده. هذا المثال الأول. المثال الثاني، التكامل تاع إكس مكعب زائد 2 بالنسبة لدي اكس. نفس الشيء كما تلاحظوا طلابي باللي جاش من العبارة او من القاعدة اللي تقول اكس اس ان، يعني اكس كي قلنا كتعود عندنا اكس اس ان نقولوا اكس اس ان زايد واحد على ان زايد واحد، وبالتالي اكس اس ربعة على ربعة زايد اتنين. هذا نرجع ونعاود نقول باللي اتنين هذا في اصله كان مشتق. دوك انا نروح للاصل تاعو، واش الحاجه اللي نشقها بالنسبه لاكس تعطيني 2؟ احسنتم، هذا 2 هو المشتق. كيفاه كان قبل الاصل تاعو؟ كيفاه كان العمليه العكسيه؟ كيفاه كانت؟ احسنتم، 2 اكس هي كي نشقها بدلاله، ركزوا معايا، بدلاله الاكس كي نشق 2 اكس تعطيني 2، وبالتالي كي ندير العمليه العكسيه من 2 ل 2 اكس الاصل تاعها هي 2 اكس يعني زايد 2 اكس. نرجع لمثال اخر. 3، التكامل تاع اكس مكعب زايد 3 بالنسبه لدي اكس تساوي نفس الشيء. انا عندي اكس اس ان من الطريقه اكس اس ان زايد 1 على ان زايد 1، وبالتالي تولي لي هذه بركه بشويه نشقوا، نشقوا الاولى من بعد الثانيه. كي يعود بيناتهم الزايد نشقوا الاولى من بعد الثانيه، وكي يعود بيناتهم الزايد الاعداد الطبيعيه تعتبر متغير. وكتعود الضرب ان شاء الله نطرقوا ليها في الفيديوهات القادمه. هنا كتعود جمع او طرح، الجمع والطرح نفس الشيء. اكس اس 4 على 4 زايد 3 هذه، وش هو الحاجه نشقوها بدلاله الاكس تعطينا 3؟ احسنتم، كانت الاصل نحوسوا على الاصل تاعها قبل المشتق، هي عطاها لي مشتقه 3 نحوس عليها قبل المشتق، هي احسنتم 3 اكس كي نشقها تعطي 3. احسنتم. درك طلابي باه نعطيكم واحد الملاحظه فقط، انا كي لما حسيت عندنا القاعده هذه، علاه عندنا القاعده هذه وعلاه النظريه هذه صحيحه؟ دوك نثبتها لكم. انا عندي مثلا اكس اكس اس 4، شقوا اكس اس 4 معي بشرطه على 4، نشقوا اكس اس 4. اكس اس 4 واش المشتق تاعها؟ احسنتم، 4 اكس مكعب على 4، تروحوا 4 مع 4 اكس مكعب. احسنتم، شقوا لي اكس مكعب. احسنتم، 3 اكس مربع كتعود على 3 على 3 تروح 3 مع تقعد اكس مربع. هذا اللي يثبت صحه هذه القواعد اللي قلت لكم عليهم. داكور، التكامل هو العمليه العكسيه تاع المشتقه. المشتقه كما كيتشق دال اكس مربع 2 اكس، كما كتعاود تقلب من 2 اكس لاكس مربع. التكامل هو العكس على المشتق اللي هو البات عن اصل الداله، يعطيها لك تبحث انت كيفاه كانت قبل ما نشقها، نتخيلها انا كيفاه كانت هذه الداله قبل اصلا ما ندير لها عمليه الاشتقاق. نتمنى التوفيق للجميع ودمتم في امان الله وحفظه. شوفوني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، نطرق للتكامل تاع الدول المثلثيه السينيس والكوس سينيس.